السلام عليكم تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا بخير. نواصل في إعطاء وضعيات إدماجية المتوقعة أو المقترحة بالنسبة لاختبار الفصل الثاني. اليوم عندنا وضعيتين إدماجيتين، الوضعية الأولى تتحدث عن الصحة، وموضوع الوضعية الإدماجية الثانية عن الحاسوب. إذن لنبدأ مع بعض خطوات العمل. أولا، في أي وضعية إدماجية يعطوكم السند والتعليمة. إذن علينا أولا بالقراءة الجيدة للتعليمة والسند، نقرأ جيدا السند التعليمة ثم نستخرج المطلوب، استخراج المطلوب، ماذا طلب منا، ثم نقوم بإعداد خطة لموضوعنا أو لبحثنا. إعداد الخطة تكون عبارة عن مقدمة، عرض، وخاتمة. إذا أردت أن تسهل على نفسك وصعبت عليك المقدمة، استخرجها من السند، ضع مقدمة السند، وإذا أردت إضافة عليها فلا بأس. نقوم بالعرض. العرض يكون إجابة عن الأسئلة المقترحة، نجيب عن المطلوب. ثم الخاتمة تكون بنصيحة، إبداء رأي أو مقولة. ثم نكتب الموضوع، كتابة الموضوع. عندما نكتب الموضوع وننتهي منه، نقرأ الموضوع جيدا، قراءة الموضوع وتصحيح الأخطاء إن وجدت. ثم الآن نضع لكم وضعية إدماجية عن الصحة. إذن السند يقول: الصحة نعمة أنعم الله بها عباده، فوجب علينا المحافظة عليها وحماية أنفسنا من الأمراض. المطلوب: اكتب فقرة من 8 أسطر تتحدث فيها عن كيفية المحافظة على الصحة. قمت بوضع أنا مقدمة. إذن في المقدمة دائما نترك هنا فراغ. أنا كتبت المقدمة هنا، لكن أنتم لا تكتبوا المقدمة، اكتبوا الموضوع مباشرة. كتبت المقدمة والعرض والخاتمة، أنتم اكتبوا مباشرة، اتركوا هنا، اتركوا فراغ، ثم ابدأوا التعبير. الصحة من النعم التي أنعم بها الله عز وجل على عباده، وهي من أغلى ما يملك الإنسان، لذلك وجب المحافظة عليها. واصلة. إذن هذه هي المقدمة. فالمحافظة على الصحة يكون من خلال التغذية الصحية المتوازنة والمتنوعة، مثل أكل الخضر والفواكه وشرب الكثير من الماء، ممارسة الرياضة، النوم الباكر، توفير قسط من الراحة، النظافة الدائمة، وتجنب الأغذية غير الصحية كالسكريات والدهون التي تسبب مشاكل صحية، وتجنب الإرهاق والتدخين. وعليه فإن الصحة كنز لا يشعر بقيمتها إلا من حرم منها، لذا علينا المحافظة عليها قدر المستطاع. فكما يقول المثل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى. إذن كان هذا التعبير عن الصحة، مقدمة، العرض، والخاتمة. ننتقل الآن إلى الموضوع الثاني، يتحدث عن الحاسوب. الحاسوب اختراع عجيب، فهو آلة العصر. اكتب فقرة تصف فيها الحاسوب ذاكرا أجزاءه، فوائده وأضراره. يعد جهاز الحاسوب من أهم الاختراعات الأكثر استخداما في حياتنا اليومية، لا نستطيع الاستغناء عنه لكثرة فوائده. فالحاسوب جهاز إلكتروني يتكون من وحدة مركزية، شاشة، لوحة مفاتيح، فأرة، ولواحق أخرى. يوفر علينا الكثير من الجهد والوقت، يخزن المعلومات ويحفظ الملفات والبحوث التي نحتاجها، نشاهد من خلاله الدروس والرسوم المتحركة وبرامج حفظ القرآن. لكنه كغيره من الاختراعات لا يخلو من السلبيات، كمساهمته في العزلة الاجتماعية.
تضييع الوقت على حساب الدروس والواجبات مضر للعينين بأشعته، لذا وجب علينا حسن استخدامه لأنه جهاز ذو حدين نافع وضار. الوضعية الثانية تتكلم أيضا عن الحاسوب. الحاسوب هو اختراع عظيم، وجوده ضروري في كل مكان عمل أو دراسة. يوفر لنا الحاسوب الوقت والجهد، يخزن معلومات كثيرة ويعالجها بسرعة فائقة. نستعمله للعب في أوقات الفراغ، فهو مفيد إذا أحسننا استعماله، فبفضله نتواصل مع الأصدقاء. أصبح ضروري للمدارس والمؤسسات والشركات. وفي الأخير وجب حسن استغلاله لتفادي أضراره. إذن هذه الوضعية الثانية تتكلم أيضا عن الحاسوب مختصرة. إذن وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.